السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. مرحبا بكم في حلقة أخرى. الحلقة اللي طافت دخلنا الشراي مرة ثانية، طلبنا البوس وجينا عند سارة وإن طلع نسينا الكتاب. رجعنا الكتاب يبنوه والحين اللي قدام البيت إن شاء الله بنشوف شو صار. هاي من الأشياء اللي يعني كرهتها في القصة، أنها مسكينة ماتت سارة. بالسيف لازم بعد يخرب الجو. الحين الماين صعب كان، لكن الحين ليفل يمكن 8، ليفلين بس عن الكاب، ليفل 10 آخر شيء. أكيد يعني راستن الحين سهل. راستن الرسالة ان نروح هناك في بوك بوك فيس، لازم نروح نجيبه. اي راستن فيها بوس صعب. حال الدنيا زين. راستنا لارد شيلد، عندنا السيلفر احسن منه. زين اعطى شكله. الدمج يمكن هذا رديوس دمج ينفعنا في راستنا لانه هو الموت يعني. جرب حال. لا أنا سيف. نروح الرسم. لازم غني هذا. ما تبع منها. صدر. السيف اللي يباه. أظن هني في المكان. الماء أو شيء اللي يباه يغفل. بروح استكشف وغني. نشوف يعني نقدر بالسيف. يمكن لقاه مرة على الماء. راستن كيف فوق هدوها. الوحوش يضربنه ما ادري ليه.
راستن أظن هذا اللي فيها لوتا. ماني بما عندي قوة حلوة. اتحرك كلهم. ما عليك. هاي رودة تري ثانية ما بتكلمنا، لازم السيد عشان نكلمها. نقدر نبها بأني في راستين كيف بنلقاه في الصندوق السيد. وانا مهم بندور البضاعة، بضاعة الرياض. ما عليه 6 دقايق راح اكمل الفيديو، لا اروح الرسم خلاص. اريد اضيع وقت. الدنيا ادور ريموت البضايع. انا اذكر ان كان يعني انا في الاخر ابتدي هو نلقاها تغطي بضايع الرجال هذوك ونردها له يعطينا يبدا يبيع مرة ثانية. زين نشوف الحين طور ولا لا. اوب يا زين زين والله. لو جينا قبل ضربة واحدة نموت. في هنا عظام غريبة. لا نفس اللاير 3 ليفل 3 في الفيلم. سيلفر سيلفر سول طبعا هنا. اصلا شكله في السيلفر ارمر هذين عشان القصة. زين في خاتم رديته انا رديته بدون يبطل وحوش. اذا الوحوش سريع يبطلها. في وحوش سريع عقب اللعبة محتاية هذا. في وحوش مقوين كل شيء لفلين وخلاص ماكس ما زالوا يدمرون. بعدين بعدين هذول في الدار متابع. هناك على اليمين التكملة طوفت متعمدا عشان استكشف. اول شي طلع بس هيلين فوش صار استكشف. هاي الدودة يا اخوي غلط وايد. يا اروح هناك يردني المكان.
وبطيت ادور على المكان الاول ما رحت تثري ليه لازم اركز مش هيس البرد هذا العظم هذا بحط الهاف دمج لانه قاعد انقص وايد ويموتون بسرعة يمكن الدمج مالي اصلا دول هذا فنان خاص هذا يبطل وحوش وايد بتم اسوي هذه الحركة فوق المساعي هو اللي اقوله غلط فيها انا لان فوق المكان اللي ينام منه بدون ما نروح يمين نستكشف يسار يودينا المكان على طول يمين يوديك للايتمز اللي تسوي الايتمز مهمة فلوس ما شاء الله اظني 9390 على شيء بنوصل الماكس الحين خلي يزيد دم ما نبغى نشوف بشتري كل الدروع كل الاسلحة في اسلحة اعلى من السلفر بس السلفر احلى شيء شرب بعدين الأخير زين الفارس هذاك شو طن 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 شو هذا ما أقدر أنا أتقصه أبدا حتى الدبل دمج Yeah.
اقدر اضربه. ايوه نقول كيف طالع الليفل. الحين لازم اجيب سيف جديد. هذيك ما قدرت انقصها. مع هذا الدبل دمج ما قدرت، لازم سيف جديد. يمكن سيلفر سورد هذا. يا رب هذيك ما في. هذيك ما اقدر اصارعها. ازود. فاجأتني صراحة. زين الحين اذا هذاك السيلفر سورد زين، اذا هو بالسيلفر سورد مشكلة. لازم ارد واطالع السلاح هذاك وحيل اجيبه. بس حلو الماي في الكهف مساعي، يعني عجبني المنظر، ذكرني بشيء. لا ذكرني باللعبة الثانية. اللعبة الثانية سوي زين. ما عندنا سيف عدل. بنيب بنيب ان شاء الله. بسيب هني وبربع على مدام الفارس راح هناك عند الصندوق، يمكن ما يكون مسكر الباب. بربع بطلع اشوف الصندوق، اذا سيف الامور طيبة نروح نكمل. جبت الجناح. الشاردين اصر المريلة على ما قاله. هيل وهقة. لازم نشتري الجناح والاشياء هذي تسهل وايد. هني في بوس ترى، بس بصير اجيب سيفه عاد. يعني هو نحن جاهزين. زود شوي علينا الخاتم. بروح بطالع التلورك هذا ما ادري ايش اسوي. هاي لييبة الله المستعان. بنركز على كلامه، بنطالع شو يقول. مشكلة عادي اذا ما نقصه شيء ابدا. لازم نسوي طالع المحل. يمكن مش في البحر نفس ما انا اتذكر. اركز على كلامه بشوف شو يقول.
مدينة قبل. نطالع هذيك لأن هذيك المينا إذا البضاعة بتوصل بتوصل هناك. إذا ما لقيناها هناك نتسرع. يمكن سيلفر سورد هناك لو دورت حتى بس ما عاد قدرت احترق الا واقف دور فمسرع يزود لانه هي برنت الان بندور هنا وبنسأل سلوك يمكن شيء ياكم اروح اكل يمكن البار عنده معلومات استحنا نروح نطالع سلاف ممكن عند السيف يعطينا شورت سورد الحين لا ما بس شورت سورد ما عاد يمكن لان واحد نسوي شيء والله انه يعني جزاك الله خير يا سلام والله العظيم انه محتاجين السيف هذا وانه بينفعنا ابو ما عاد احنا نصارعنا بيض الله وجهك بيض الله وجهك عادي والله بعدا يا سلام اني والله داري يعني انك سند عوني والله عونا زين والله هذا هو لوتا اظني لوتا هو اللي طاوي على راسه لا انا بودي لوتا هذا لوتا صبر Thank you.
نروح اللوتا. عبو ما نقفنا من شيء كله. لازم عشان نروح نستكشف ونسوي شيء. بروح نكلم لوتا. اروح اكلم وبرد اشتري الدرع. مرار يوقف الوحوش يوقف الوحوش ما خليه يحتلكم. لو نقدر نشتري أكثر من نقدر نشتري بس ما تقدر. سيلفر هرمونك هناك راستن كيف بعد راستن مونك هاي. لاروح للطابق الثاني اسرع وقت نجرب السيف انت السيف انت انه ما يبي صارع ما له دل تقريبا دلت نفر كم اللي بتسوي شوي البوس يمكن يلفلها خلاص بس you
شغله وانا اشوفه غلبه. ناكل بوس. البوس صعب اللي هنا. لها حركه معينه لازم توقف تساوي. بس هذا بنسوي في الحلقة الثانية إن شاء الله جاية. أنا الحين في 32 دقيقة. شوفكم في الحلقة الثانية إن شاء الله. نصارع فيها راستن ماين بوس. السلام عليكم.